بسم الله. تقيم الجمعية الثقافية الاجتماعية الكويتية مؤتمر يحمل عنوان أمارة. هذا المؤتمر متخصص في مجال الإعلام، ويضم المؤتمر نخبة متميزة من الفتيات الكويتيات ذوات التخصصات المتعددة في مجال الإعلام. تابعونا في هذا التقرير. هذه الليلة نشهد انطلاقة مؤتمر أمارة الإعلامي التابع للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، واللي نطمح إنه يكبر ويصير حضن حق كل بنت صغيرة وشابة تطمح بالدخول إلى المجال الإعلامي وتنظيم الفعاليات. في الفترة اللي فاتت سعينا إن نعيد هيكلة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ونكون لها فريق إعلامي وفريق مختص بالفعاليات، واليوم نشهد ثمرة سعينا الأولى اللي هو مؤتمر أمارة. فاخترنا هذا الاسم يمثل الإعلام بشكل عام بالكويت، واخترنا 6 نساء يمثلون المرأة في الإعلام من الجرافيك ديزاين إلى تنظيم الإيفنتات وكتابة المحتوى. اليوم مؤتمر أمارة يضم هالمجموعة من النساء عشان يشاركون نجاحاتهم وفشلهم، وبالمختصر شنو اللي سووه عشان يوصلون اللي يوصلون له، ويكونون قدوة وعبرة حق كل المرأة حابة تدش في هذا المجال. أخوة، أهم انطباع وأجمل انطباع اسمه أمارة. أمارة يعني علامة، يعني إشارة، وهذه تقريبا مهمة الإعلام. الإعلام أداة وأسلوب قوي في المعرفة، في خلق إنسان، في أيضاً دمار إنسان. مهم جداً إن احنا نهتم بالمصدر والوسائل ومن يقدم لنا هذه الرسالة المعرفية الجميلة. اليوم لفت نظري إن حضرتك تخصص جرافيك، إيش كثر اليوم هذا التخصص يخدم الإعلام؟ طبعاً ما نستغني عن الصورة مع الكلمة، لما يجتمعون مع بعض مع الصوت مع الفكرة، هم اللي يقدمون الفكرة بأنسب إخراج. تخصص موجود بجامعة الكويت بجول كوميونيكيشن ديزاين كلية العمارة. هو تخصص يخدم شغف كل إنسانة حابة أن هي تجمع بين الفكرة وتطبيقها بمختلف صورها. المرأة الكويتية طبعا دائما سباقة، يعني احنا نشوفها بالإعلام دائما من زمان، ويمكن الحين قاعد نشوف مع السوشيال ميديا يمكن دخول أكثر انتشارا وأوسع، فقمنا نشوفها في مجالات كثيرة مو بس الإعلام، وهذا شيء أكيد نفخر فيه. أعتقد أن كل شخص في مجال الإعلام يقدر يصنف نفسه إعلامي دام هو يمارس المجال ودارسه بطريقة ما. ما أحب وايد أكون دقيقة بهذه التصنيفات منو إعلامي منو مو إعلامي، أحب أشوف جهد الشخص اللي يشتغل. إذا هو شخص محب لعمله ويبذل فيه مجهود، أنا أعتقد أنه هو في مجال إعلام ويستحق لقب إعلامي. منو الإعلامي الناجح؟ مثل ما قلت لك، الشخص الشغوف والمجتهد في عمله اللي دائما يبي يطور. فإحنا هدفنا الأساسي اللي هو إن إحنا المخرج عنده تصور معين حق عمل، فإحنا ننفذ هذا الشيء على أساس المخرج يكون مركز أكثر مع الممثلين شلون يوجههم في العمل. لما بلشت أدرس هذا المجال كنت أعتقد إن عشان أكون وايد قوية فيه لازم أعرف كل كاميرا موجودة بالسوق وكل عدسة، بس اكتشفت إن هذا ما يساوي 30% من خلينا نقول المعرفة الخاصة في مجال التصوير السينمائي. فاكتشفت إن في جزء جدا كبير منه مهم اللي هو الفن، فن بأنواعه المختلفة، تاريخ الفن، تطور الفن، الفنون بأنواعها، المدارسها المختلفة. الجمعية دورها وايد فعال في حفظ حقوق المرأة والدفاع عن حقوق المرأة، واليوم احنا كالجمعية والفريق الإعلامي قاعدين يطورون شلون نقدر نوصل الفكرة ونواكب التغييرات والتطورات بالميديا من التكنولوجيا ومن الـ AI. فشنو احنا نقدر نسوي عشان نوصل الفكرة، لأن هذه أهم طريقة لتغيير أو توعية أي شخص عن أي قضية.
شبكة تفتيش الكويت، ممرك في قلب الحدث.